الإسرائيلية من الميادين. العراق يستنفر بكل جهوده لمساعدة سوريا. زلازل شتى حاولت نسف ما بين بغداد ودمشق على مدى عقود، لم تكن حصيلتها إلا مزيدا من التضامن. آلاف البريطانيين يشاركون في مسيرة وسط لندن للمطالبة بإطلاق سراح جوليان أسانج. أربع سنوات ومؤسس ويكيليكس في السجن من دون محاكمة، فهل يدفع حياته ثمن كشفه جرائم الولايات المتحدة؟ تقرير لفرانس بريس يتحدث عن حرب أهلية داخل الكنيسة منذ رحيل البابا بنيدكتوس. ما أسباب الحملة العدائية ضد البابا فرانسيس وما أهدافها؟ في وثيقة اليوم، غالبية الألمان غير مستعدين للقتال في الحرب. معهد يوغوف يظهر عدم رغبة الألمان في الانخراط في صراع عسكري، ما الأسباب؟ في قضية اليوم العالمي لمنع التطرف. كيف مثل الغرب الأطلسي رأس حربة هذه الآفة في المنطقة والعالم؟ تتواصل حملات الدعم العراقية إلى سوريا بهدف المساعدة في العمليات الإنسانية والجهود الهندسية ونقل التموين إلى عدد من مناطق البلاد التي طالها الزلزال ومنها حلب. الحملات انتقلت برا من محافظة عراقية بدعم مختلف القوى والفعاليات، فضلا عن دور الحشد الشعبي والحكومة العراقية عبر الهلال الأحمر. جسور إنسانية تعمق علاقات استراتيجية بين البلدين الجارين. وبعد مبيت ليلة في منفذ القائم ألبو كمال الحدودي، تمكن فريق الميادين الآن في هذه الأثناء من أن يجتاز الحدود بعد إكمال أوراقه الرسمية ضمن استكمال رحلته لتغطية الوضع الإنساني في حلب. هذه هي الحدود العراقية السورية. نحن عمليا الآن اجتزناها، دخلنا في الداخل السوري، نحن عمليا في ألبو كمال. بعد ذلك من المفترض تنتظرنا حوالي 10 ساعات من الطريق البرية للوصول إلى حلب، باعتبار أننا انطلقنا من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. وصلت أرتال الدعم العراقية التي هي جزء من أرتال مستمرة لا تتوقف ليل نهار، ها هي هنا في حلب بانتظار المرحلة الأخيرة لإيصالها لمحتاجيها والبدء بعمليات المساعدة مع أشقائهم السوريين. من حلب، عبد الله بدران، الميادين. وفد الميادين إلى حلب. عبد الله بدران، جسر بري من العراق إلى سوريا، ما هي أبرز المساعدات وما أهمية هذه الخطوة العراقية على طريق كسر الحصار عن سوريا؟
نعم فتون، بالنسبة للمساعدات التي يقدمها العراق هي على شكل مواد إغاثية وكذلك مواد تموينية ومواد طبية، ودور يجب أن تؤديه الفرق الهندسية العسكرية المختصة، وكذلك دور لأقسام في هذه الفرق تتعلق بعملية البحث عن على أمل العثور على ناجين أو البحث للعثور للأسف يعني على الضحايا تحت الأنقاض. هذه الأرتال هي عبارة عن عدة أشكال، منها ما هو رسمي يتبع الحكومة العراقية، تحركها وزارة التجارة، تحركها وزارة النفط العراقية، تحركها الوزارات الخدمية العراقية والمؤسسات الخدمية المختصة. هناك أيضا الحشد الشعبي الذي يقدم وفق قرار من رئيسه وكذلك بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، يقدم ما أمكن في مختلف الاحتياجات من التموين والغذاء والمواد الإغاثية إلى وصولا إلى إنشاء مراكز لإيواء من هدمت منازلهم جراء الزلزال الذي ضرب حلب طبعا. وتاليا المساعدات العراقية انتقلت إلى اللاذقية كمركز تنسيق. أهمية ذلك تكمن في أن العراق تفاعل سريعا كجزء من شعور العراقي سواء المواطن أو نعم. السياسي أو المسؤول، وانتقل سريعا وتداعى لأن يقدم الخدمة وأن يتفاعل إيجابا وسريعا احتضانا وتضامنا مع أشقائه السوريين. نعم. اللافت فتون أن القوى السياسية العراقية برغم اختلافاتها، برغم تباعدها، برغم على اختلافها، توحدت في هذا المشهد. فنجد في سوريا الحشد الشعبي يقدم الدعم، نجد في سوريا قوى سياسية عراقية أرسلت الدعم، نجد في سوريا التيار الصدري أرسل أرتالا، كتائب حزب الله أرسلت أرتالا، بدر أرسلت أرتالا، الفصائل العراقية المقاومة، العشائر العراقية الكبيرة من القبائل مرورا بالعشائر وحتى البيوت وحتى الأفراد والهيئات الخاصة قدمت هذا الدعم. جزء مهم من هذه الرسالة هو كسر الحصار المفروض. وسنستكمل في هذه النقطة أيضا موضوع 2019. سنستكمل في هذه النقطة معك عبد الله بدران لأهميتها بكل المعاني كسر الحصار على سوريا. لكن موسى السرور مراسل الميادين في بريطانيا، كيف تعاطت لندن مع هذا الزلزال في سوريا؟ هل فكرت بتقديم أي مساعدات؟ يعني هنا يمكن الحديث والإشارة إلى ثلاث مستويات من تعاطي الحكومة البريطانية مع زلزال سوريا أو المنكوبين في سوريا، منكوبي الزلزال. أولا هي امتنعت، المستوى الأول هو امتناع عن تقديم أي مساعدة للشعب السوري، وبدأت تروج خلال يعني في الفترة الأولى لمسألة أن الحكومة السورية تضع فيتو، ولكن بسبب الانتقادات التي وجهت لها قررت أن تقدم مساعدة إلى جزء من الشعب السوري، ولكن هذا استغرق حوالي 3 أيام. وقررت بحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية إلى تقديم حوالي 3 ملايين جنيه استرليني إلى المنكوبين في شمال غرب سوريا، ولكن علامات الاستفهام إلى بأنها قدمت هذه المساعدة إلى جمعية الخوض البيضاء. والكل يعرف ويدرك، وهناك وثائق تثبت مدى تورط هذه الجمعية في الإرهاب وارتباطها وضلوعها في عمليات إرهابية. وبالتالي رغم هذه الانتقادات، هي تعتبر الحكومة البريطانية أن منظمة الخوض البيضاء هي من منظمة إنسانية، وبالتالي هي تحاشت وتجنبت التواصل مع الحكومة السورية. ليس ذلك فقط، بل أنها هذه الحكومة تمنع وصول المساعدات إلى الشعب السوري بشكل مباشر. هناك الكثير من أبناء الجالية العربية والسورية التي تريد تقديم المساعدة، ولكن هناك قيود مفروضة على أي جمعيات تحاول مساعدة الشعب السوري. هذا يطرح بالتأكيد مسألة هامة جدا، وهو أن رغم نفي الحكومة البريطانية بأنها غير يعني لا يعنيها قانون قيصر، هذا يثبت بشكل واضح إلى أنها يعني تطبق قانون قيصر بحذافيره، وبالتالي هي تفرض حصارا قاسيا على الشعب السوري خصوصا في هذه الأزمة.
الأزمة. نعم عبد الله، بالعودة إلى النقطة الأهمية الهامة والمركزية، موضوع كسر الحصار عن سوريا والعراق، واضح دور كبير في هذا يستكمله أيضا بالمعنى السياسي عندما يطالب خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بعودة سوريا لمحيطها العربي. نفهم منك أكثر فحوى ومعنى هذه الخطوة لدور العراق في كسر الحصار عن سوريا الشقيقة له. نعم فتون، بعد هذا الزلزال وبعد 10 أو أكثر من 10 سنوات من الحرب على سوريا وفي سوريا، بعد هذا الزلزال يعني كيف يمكن أن يتم الالتزام بقانون، والقانون الذي يجب أن يكون موضوعا هو لخدمة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان، لخدمة هذا الإنسان، كيف يمكن لهذا القانون أن يرتضي عائلات الآن وقد انتقلت نحن نشارك من الميدان، كيف يمكن أن يقبل ويرتضي لقانون يمنع الإنسان من أن يتفاعل مع أخيه الإنسان الذي ينام حرفيا الآن في الشارع، حرفيا العائلات تنام في الشارع موجودة بلا غطاء بلا مأوى بلا ملابس تقيهم البرد القارس، وبالتالي لا يمكن لأي قانون موضوع مكيف لأغراض سياسية أن يمنع الإنسان الذي يحمل وجدانا وضميرا في أن يتفاعل مع أخيه الإنسان. بالتالي هي التحرك العراقي كان عبارة عن ردة فعل عفوية حتى وإن كان رسميا، تفاعل بشكل عفوي، و يعني كانت النخوة العراقية قد خدمت وتوظفت لأن تتحرك سريعا وأن تتفاعل. عائلات بكاملها، نساء وأطفال في الشارع، عتبات على الرصيف، لم يمنع ما يمكن احتضانهم إلا بعض الضعاف الذين يتحججون أو يحتجون أو يستترون إما خوفا أو عمالة بالقوانين والقرارات الغربية، وإلا ما هي قيمة القرار أو قانون قيصر؟ نعم أثره واضح، لكن ما قيمته عندما تصل الأزمة إلى العظم ويجب أن يكون الإنسان فيها يعني مؤكدا لإنسانيته ولتفاعله ومحتكما فيها بالفعل إلى ضميره. نعم سننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أنه بأزياء غريبة وعروض مبتكرة قرر آلاف البريطانيين التذكير بقضية جوليان أسانج. وفي إحدى الساحات الرئيسة في العاصمة لندن رفعوا شعارات تنعى الديمقراطية والعدالة وتشكك في القضاء. لم يكن اختيار ساحة لينكلينز أند فيلدز أكبر الساحات العامة في لندن عبثيا لانطلاق مسيرة إطلاق سراح جوليان أسانج، الساحة التي شهدت تحولات إصلاحية في بيروقراطية النظام القضائي قد تكون نقطة انطلاق برأي أنصار أسانج لإحداث انتفاضة ضد تباطؤ العدالة البريطانية بشأن البت في مصير مؤسسي ويكيليكس. النظام القضائي في بريطانيا وسيلة تستخدم لاحتجاز جوليان لسنوات مع احتمال أن يؤدي تمديد بقائه في السجن إلى وفاته. لقد بات واضحا لأي مراقب أن أسانج معتقل سياسي وأنه ليس هناك عدالة في التعاطي مع قضيته. ما يجري مع أسانج هو مجرد محاكمة سياسية له والجميع يعرف ذلك، ومن ضمنهم هؤلاء المتظاهرون اليوم. سبب ارتداء هذه الملابس هو لإظهار أن القضاء البريطاني مجرد مسحة وأنه ما من عدالة في بلادنا. المشاركون في المسيرة تعمدوا ارتداء ملابس لافتة في خطوة رمزية تهدف إلى تنبيه الرأي العام بشأن مظلومية أسانج، فضلا عن حملهم مشاعل وفوانيس في إشارة إلى إنارة طريق العدالة المظلم في بريطانيا. المشاركون في المسيرة نعوا الديمقراطية والعدالة البريطانيتين بسبب سجن أسانج في سجن بلمارش 4 سنوات من دون محاكمة، فضلا عن انتهاك كل من واشنطن ولندن التزامهما حقوق الصحافة والحريات الإعلامية. لا يبدو أن هؤلاء يراهنون كثيرا على العدالة البريطانية لإطلاق سراح جوليان أسانج، بل يؤمنون بأن القضاء بات مرهونا بيد المسؤولين الذين يريدون اغتياله من خلال إطالة أمد بقائه في السجن.
موسى سرور، لندن، الميادين. موسى، ما هو مدى التأييد الدولي والبريطاني لهذه الحملة التي تطالب بإطلاق سراح جوليان أسانج؟ يعني على المستوى الداخلي، على هذه التظاهرة التي شهدتها البارحة العاصمة البريطانية قد تحول أو ربما قد تثير الرأي العام حول مظلومية جوليان أسانج. هي يعني لا يحظى بهذا، يعني لا يحظى بدعم وسائل الإعلام البريطانية جوليان أسانج، وبالتالي هو شبه مغيب عن الرأي العام البريطاني. لعل هذه العروضات المبتكرة التي أراد منظمو المسيرة البارحة والكرنفال الليلة البارحة هو للقول بأن هناك شخص كان يقوم بعمله الصحافي الاستقصائي، والآن هو في سجن بالمارش، أعتى وأقصى السجون البريطانية دون أن تجري محاكمة، دون أن يقترف أي ذنب أو أي جريمة في المملكة المتحدة، وبالتالي هذا ربما قد يساهم في إثارة الرأي العام. أما في على المستوى الدولي، هناك تصعيد، يعني تصعيد تأييد لتأييد حملة جوليان أسانج لإطلاق سراح جوليان أسانج. ولعل تصريحات الرئيس البرازيلي ورؤساء دول أمريكا اللاتينية، ولاسيما الرئيس البرازيلي والرئيس المكسيكي، الذي يعني كان له تصريح ملفت عندما قال أنه إذا تم نقل جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية علينا أن نبدأ بتفكيك تمثال الحرية، وهذا إشارة إلى أن هناك انتقاص أو انتهاك لحرية الصحافة والإعلام. وأيضا الرئيس الوزراء الأسترالي بدأ يتحدث عن جوليان أسانج، وبالتالي هذه الحملة المتصاعدة في دعم جوليان أسانج ربما قد تساهم في الضغط على الحكومة البريطانية لإطلاق سراحه. وهذه النقطة وهذا الكلام تحديدا يطرح السؤال أكثر عن موضوع الديمقراطية. معك محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، ماذا بقي من الديمقراطية الأوروبية؟ يعني واضح أن الباقي حتى الآن يعني بشكل ظاهر هو اللعبة الانتخابية. أما كل الحقوق الديمقراطية وكل المكتسبات الديمقراطية، إذا تحدثنا عن الديمقراطية السياسية، الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطية الثقافية، هي تتآكل شيئا فشيئا وفي طريقها إلى الزوال. يعني هذا ما يميز الديمقراطية الأوروبية عن الديمقراطية بين الهلالين الأمريكية أو الديمقراطية النيوليبرالية، أن كان هناك حتى الأمس القريب قضاء مستقل، يعني إلى حد ما كانت الدولة تتأثر بالضغط الشعبي، مليون متظاهر في الطريق من أجل مطلب أو ضد برنامج سياسي، لا يستطيع الوزير أو الحكومة إلا أن يسحبه أو يتجاوب مع المطالب. هذا في طريقه إلى الزوال، حتى بتنا يعني نحلم به من 10 سنوات ولا نراه قابل للتنفيذ. طيب موسى، هل يمكن لبريطانيا تسليم أسانج إلى واشنطن؟ لماذا كل هذا الانصياع البريطاني لواشنطن؟ يعني الحكومة البريطانية بعد معركة قضائية بين فريق الدفاع عن جوليان أسانج والقضاء البريطاني، وبعد حكم القضاء البريطاني بشأن هذه القضية، قررت وزيرة الداخلية في حزيران العام الماضي بريتي باتيل تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والذي يحول دون تسليمه حتى الآن هو الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن جوليان أسانج أمام المحكمة العليا البريطانية. وبالمناسبة هذا الأمر تم في تموز جولاي العام الماضي، حتى الآن لم تأخذ المحكمة قرارا بهذا الشأن. وهذا ما يعني يزعج كثيرا أنصار أسانج، والذين يقولون بأن هذا يعد يعني تدخلا من السياسة في القضاء البريطاني، لأن الأمر لا يستغرق كل هذا. والأمر الآخر الذي يحول دون تسليمه هو لجوء في ديسمبر العام الماضي فريق الدفاع عن جوليان أسانج إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ربما يعولون كثيرا على هذا الأمر، لأن هناك تأييد كبير من الأوروبيين لقضية جوليان أسانج، وخصوصا داخل البرلمان والمؤسسات الأوروبية الرسمية. وبالتالي هذا الأمر ربما قد يريح
إلى حد ما في مسألة عدم تسليم أو ترحيل جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، الذي في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة ربما قد يعني يسجن في سجون أمريكا لأكثر من 175 سنة، وبالتالي هذا يعني في ذلك دلالات كبيرة على أن هناك انصياع بريطاني بالكامل بكامل المؤسسات السياسية والقضائية للولايات المتحدة الأمريكية. موسى قاسم وعبد الله تبقون معنا، والآن إلى فقرة وثيقة اليوم. غالبية الألمان غير مستعدين للقتال في حال وقوع حرب في ألمانيا. عنوان استطلاع أجراه موقع يوغوف الدولي ذكر أنه في حالة وقوع هجوم عسكري على ألمانيا، فإن قلة قليلة من المواطنين الألمان سيكونون مستعدين للدفاع عن بلادهم بالسلاح. وبحسب الاستطلاع فإن 5% فقط من المواطنين الألمان أعلنوا استعدادهم للتطوع في الخدمة العسكرية في الجيش في حال وقوع هجوم على بلادهم، فيما أشار 33% من المستطلعين الألمان أنهم سيحاولون مواصلة حياتهم المعتادة قدر الإمكان في حال وقوع حرب. نسبة 24% من المستطلعين قالوا إنهم سيغادرون ألمانيا في أقرب وقت ممكن في حالة نشوب صراع عسكري. أما نسبة 38% المتبقية فلم تجب عن السؤال المطروح في الاستطلاع بحسب موقع يوغوف الدولي. الآن إلى ملفنا الثالث، ففي تقرير لافت وصفت وكالة فرانس بريس الانتقادات المتصاعدة داخل الكنيسة ضد البابا فرانسيس بأنها حرب أهلية بدأت منذ رحيل البابا السابق بنيديكتوس. فما حقيقة وحيثيات صراع الأجنحة داخل الكنيسة وماذا عن تأثيراتها؟ أجواء حرب أهلية داخل الفاتيكان وسهام الانتقادات توجه إلى البابا فرانسيس، وفق ما يؤكد الخبير الإيطالي ماركو بوليتي الذي يرى أن الحرب ستتواصل حتى اليوم الأخير من الولاية البابوية. فمنذ وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس 16 تتصاعد الانتقادات لإدارة البابا فرانسيس للكنيسة، سواء بالنسبة للتعيينات أو للإصلاحات التي يقوم بها أو حتى للنهج الدبلوماسي الذي يعتمده. تقرير لوكالة فرانس بريس تحدث عن صراع داخل أروقة الفاتيكان بين الإصلاحيين والمحافظين، وأشار إلى أنه بعد مضي أيام قليلة على وفاة البابا بنديكتوس افتتح سكرتيره الخاص المونسيور جورج غانسفاين الحملة ضد البابا الحالي، مؤكدا أن البابا الأرجنتيني حطم قلب سلفه بحده من استخدام اللغة اللاتينية في القداس. الانتقادات الصادرة عن سكرتير بنديكتوس تندرج في سياق خط يتبعه بصورة خاصة المحافظون في الفاتيكان حيال ما يعرف بنهج فرانسيس، ووسط اتهامه بالتهون في العقيدة وباعتماد قدر من التسلط، ولا سيما في ظل عزم البابا فرانسيس من خلال مشاورات عالمية حول مستقبل الكنيسة على إزالة المركزية في حوكمة الكنيسة. وقد وصف المستشار السابق لفرانسيس الأخير بالكارثي على أكثر من صعيد، منددا بفشل فادح في دبلوماسيته التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا. الحملة ضد فرانسيس شدت خاصة مع صدور كتاب أواخر الشهر الماضي للكاردينال الألماني جيرهارد مولر الرئيس السابق لمجمع عقيدة الإيمان، وتضمن الكتاب حملة شديدة ضد نهج البابا فرانسيس في الحكم، منددا بنفوذ زمرة من حوله ومنتقدا ما وصفه بالتباسه العقائدي. وقد مثل الكتاب خطوة جديدة في تصعيد خصوم البابا الحالي من انتقاداتهم ضده، انتقادات لا تهدد بالدفع نحو احتمال رحيل البابا في المرحلة الراهنة، ولكنها نجحت في إنشاء تيار فكري قادر على التأثير في المجمع المغلق المقبل الذي يعقد لانتخاب البابا وتاليا على الولاية البابوية المقبلة. قاسم عز الدين، من هم المحافظون الذين يخوضون هذه الحملة المعادية وما الأسباب؟ يعني هم الذين يحملون نهجا تقليديا يحاول البابا فرانسيس أن يغيره ويقلبه رأسا على عقب. ما هي المشكلة في الفاتيكان كما يراها البابا فرانسيس منذ وصوله إلى البابوية؟
لخصوها عام 2020 بما يسمى 7 خطايا، أبرزها أنه مع الفقراء علنا وجهارا ويدعو إلى الإنصاف وإلى العدالة، أنه مع عالم الجنوب، هو أساسا كاردينال عالم الجنوب ويحمل فكر مختلف تماما عن الفكر الأوروبي للعالم وللكنيسة وللدين، ويحاول أن يبني كنيسة المستقبل على أساس هذا الفكر الإنساني، ولذلك تشتد الأزمة. يعني ابتداء من 2020 حاولوا دفعه إلى التنحي كي لا يغير شيء، كي لا يهاجم البيروقراطية، كي لا يعزل المتمسكون بالمناصب وبالحياة الروتينية للكنيسة، وبرروا له بأن صحته لا تلائم المنصب وأن الفاتيكان بحاجة إلى دبلوماسية نشيطة. لكن خلف كل هذه الانتقادات والخطايا كما سميت، هو نهج مختلف، هو فلسفة جديدة لدور الكنيسة الكاثوليكية والبابوية في عالم متجدد وبناء كنيسة المستقبل. لذلك ما يسعى إليه بالسينودوس من أجل كنيسة المستقبل الذي سينعقد في أكتوبر تشرين الأول المقبل كخطوة أولى، هو هذه الكنيسة التي يطمح إليها ويحلم إليها، وتشتد لهذا السبب كل الانتقادات العنيفة ضد البابا فرانسيس. عبد الله بدران، أنت تكلمنا من حلب، وفي إطار الكارثة التي ضربت سوريا وتركيا إثر هذا الزلزال المدمر، كان هناك فتوى للمرجعية الدينية العراقية السيد علي السيستاني. دور المرجعيات الدينية العراقية وغيرها في مثل هذه المصائب، ما أهميتها؟ وكيف أيضا ساعدت في دفع المزيد من الأشخاص للتضامن أكثر؟ نعم فتون، في المنعطفات التاريخية والمفصلية من تاريخ العراق على سبيل المثال وغير العراق، نأتي على هذا لاحقا إن سمح الوقت. في العراق مثلا عندما غزا داعش واحتل 40% من مساحة العراق في العام 2014، واتضح في حينها طبعا أن هناك انهيارا أمنيا، وهذا الانهيار كالنار في الهشيم في المناطق التي سيطر عليها التنظيم، مع ما تمتع به التنظيم مع تفاصيل أخرى تتعلق بالغطاء والتوظيف، كان المرجع الديني السيد علي السيستاني قد أطلق فتوى الجهاد الكفائي التي دعت لأن يتطوع من أمكنه حمل السلاح لمواجهة هذا الإرهاب، وهذا هو الذي أنقذ الموقف بالغطاء الذي يمثله، بالثقل الذي يمثله، بالتأثير، بالحضور في قلوب مقلديه وأتباعه ومن غيرهم ممن يحترمونه ويحترمون كلمته ويتفاعلون معه، حتى من أولئك الذين لا يفهمون في الأدبيات الدينية مما يجلونه. هذا كان موقفا مفصليا وتاريخيا. اليوم هو كما عبر ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي بعد الكارثة في سوريا وفي تركيا وبعد الرسالة التي كان قد أعلن عنها للسيد علي السيستاني، أيضا أكد بأن ما يؤمن به المرجع الديني يتعدى حدود العراق، هو يتفاعل مع الإنسان في أي مكان. كان أيضا له دور في أن يؤمن الغطاء والاحتضان الكافي لمن هجر من عراقيين من غير مذاهب ومن غير أطياف ومن غير قوميات، وبالتالي نعم هم حاضرون ومؤثرون وفاعلون ويغيرون ما تم التخطيط له. نعم، وأيضا في التأثير والدعوة، بما أنه نتحدث عن دور المرجعيات الدينية من كل الأديان وتحدث عن البابا، البابا أيضا دعا إلى تقديم مساعدات ملموسة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. عود من جديد إليك قاسم عز الدين، ما هي مميزات البابا فرانسيس وماذا وراء هذه الاتهامات والهدف من وراءها؟ وتحدث هنا عن الأهداف البعيدة على المستوى المعقد. يعني هو كاردينال أرجنتيني من أمريكا اللاتينية، متأثر بفترة تاريخية للكنيسة الكاثوليكية، لاهوت التحرير التي يعني إلى حد ما تماهت مع حركات التحرر وحركات الاستقلال. هو من هذا المنبع
وله فلسفة مختلفة دعت أخصامه معاديه أن يستغلوها، والتشكيك بمعتقداته. هم لا يعتبرونه يعني مؤمن كفاية كما يتوقعون، والأسباب التي يرددوها كثيرة يعني، وهناك نقاش في بين الطرفين على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى الفلسفي. لكن أهم ما هو يعني فجر القشة التي قصمت ظهر البعير هي مسألة أوكرانيا. كل أهل أخصامه يريدون من الكنيسة من البابا أن يتهم بوتين وروسيا بالعدوان كما ساري في كل أوروبا. رفض هذا الاتهام واعتبر أن الحرب بحد ذاتها هي تدل على أن الإنسانية فاشلة ولا تستطيع أن تقدم السلام، وأن دور الكنيسة هي الدعوة للسلام وليس دعوة للمآسي. وعندما أبن بنت ألكسندر دوغين هبت بوجهه عاصفة واتهمته بأنه يساند يعني بالمختصر محاولة تسييس الأمور الإنسانية من جديد من قبل هؤلاء المعادين له. شكرا جزيلا لك قاسم عز الدين، موسى سرور، وعبد الله بدران. فاصل، نحلل بعده قضية اليوم. يصادف اليوم 12 من شباط فبراير اليوم العالمي لمنع التطرف وفق تصنيف الأمم المتحدة. فإن أحدث اليوم من هذه المناسبة من سوريا إلى أوكرانيا وما بينهما من حروب وكوارث، إنها في الواقع ليست ببعيدة. فالغرب الأطلسي لطالما مثل رأس حربة التطرف والتمييز العنصري حتى في المآسي الإنسانية. مصادق ذلك تعد فلا تحصى، سواء على مستوى المنطقة أو في العالم. إن في التطرف العنيف إساءة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، لأنه يقوض السلام والأمن وحقوق الإنسان. هذا هو تعريف التطرف في قاموس الأمم المتحدة التي اختارت يوم 12 من كل شباط فبراير لإحياء المناسبة. لنضع التطرف الفكري جانباً، هذا التطرف الذي رعاه الغرب فنتج منه مثلاً الإرهابي الأسترالي الذي ارتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا منذ أعوام، ولنضع جانباً أيضاً صعود تيارات اليمين القومي المتطرف وإعادة بروز التيارات الفاشية في كل أوروبا وأمريكا. لنضع كل ذلك جانباً ونركز في آخر فصول التطرف الذي نعيشه حالياً في أكثر من مكان، وأولها ساحة الزلزال. فما هو التطرف العنيف غير حصار الشعوب والتخلي عنها لأنها لا تدور في فلك القوى العظمى فحسب؟ عبر موقع ميدل إيست آي يقول الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن زلزال تركيا وسوريا كشف عن الوجه الحقيقي لأوروبا والغرب عموماً، وأثبت للعالم أن الغرب مهتم بالتدمير والحرب أكثر من اهتمامه بالتعمير. هنا تحديداً تقاس قسوة الإنسان تجاه الإنسان، ولكن ليس على مقياس ريختر. فكيف يمكن تقديم بريطانيا مثلاً 6 ملايين دولار لإغاثة 23 مليون شخص ضربهم الزلزال، مقابل ملياري دولار بفاصل 3 لأسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا؟ ما هو التطرف إذا لم يكن هذا؟ ما هو التطرف العنيف إذا لم يكن هذا الكاريكاتير لشارلي إبدو وكل ما يشبهها من صحافة العار؟ مقال في موقع جنوب أفريقي يرى أن الكارثة السورية أظهرت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان تهديداً كبيراً للسلام العالمي. فالنظام العالمي القائم على القواعد هو برأي الكاتب حيلة لتقويض الأمم المتحدة وغالبية الدول الأعضاء فيها.
كل هذا التطرف العنيف يغذي الحروب. الحصار هو تطرف، العقوبات تطرف، من سوريا إلى فنزويلا وكوبا، ومثال الأمثلة فلسطين. أبدأ معك محلل ميادين شؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود. التطرف العنيف يوم يفتقر إلى التعريف، فكيف يتم توجيهه ضد جماعات محددة دون أخرى وضد دول دون أخرى؟ تحية للجميع. لا شك طبعا هذه مأزق الأمم المتحدة بعد الأحداث الحالية 10 من أيلول سبتمبر. اجتمعوا في الأمم المتحدة عدة مرات لتعريف الإرهاب وفشلوا. الفشل سببه هو الخشية من أن يكون هذا التعريف مقتصرا على فئة معينة، وكان المقصود طبعا كما قال جورج بوش في ذلك الوقت حرب صليبية على كل من يعادي الولايات المتحدة، وقصد بذلك بشكل واضح المسلمين. الإرهاب، بوصم الإسلام بالإرهاب، وكان ذلك على لسان أكثر من سفير عندما قال جيلرمان سفير إسرائيل السابق في عام 2008 أمام مجلس الأمن الدولي: الإرهاب هل هي صدفة أن يكون معظم الإرهابيين مسلمين، وهل هي صدفة أن يكون معظم الضحايا أيضا من المسلمين؟ بهذه النظرية خرجت بعدها دعوات لصدور قرارات الأمم المتحدة تدعو إلى وصف الأعمال الإرهابية دون تعريف الإرهاب، أي أن ما تفعله الدول من غزو وتقتيل وتدمير وكما شاهدنا في العراق وفي أفغانستان وغيره، كل هذا لا يعتبر إرهابا. الإرهاب فقط هو عندما يستهدف الغرب بأي هجوم من جماعات، وهذه الجماعات غالبا ما كانت هي صنيعة الغرب كما حصل في أفغانستان. القاعدة بدأت من أفغانستان لمحاربة الاتحاد السوفيتي بتمويل غربي وتمويل من الدول العربية الموالية للغرب. طيب على كل حال هذه الجزئية سنتحدث عنها بعد قليل مع زميلنا عبد الرحمن، لكن قبل ذلك موسى عاصي محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية، كل كلام الزميل نزار يفتح في جزئية منها ضرورة الحديث عن موضوع صعود اليمين المتطرف في أوروبا. لماذا لم تتمكن الحكومات التقليدية من ضبط أو وضع حد لصعود هذا اليمين المتطرف؟ ربما لأن الحكومات التقليدية لا تريد بكل صراحة وضع حد لصعود اليمين المتطرف في أوروبا. اليوم نحن أمام ثلاث اتجاهات سياسية في القارة الأوروبية: الحكومات الليبرالية وهي تشكل أو تمثل الأحزاب التقليدية إن كانت يمينية أو يسارية. اليوم لم يعد هذا الفرق بين الأحزاب اليمينية واليسارية في أوروبا ملحوظا، الكل يعمل تحت لواء الليبرالية، وهناك اليمين المتطرف المتصاعد كما ذكرت، وأيضا في الجهة الثالثة لدينا اليسار المتجدد. هذا اليسار لا يزال ضعيفا، موجود بشكل قوي في فرنسا على سبيل المثال، ولكن تواجده في الدول الأوروبية الأخرى أضعف من ذلك بكثير. هناك نوع من التحالف غير المنظور بين الليبرالية وبين اليمين المتطرف، وربما الحكومات الليبرالية تريد أن يبقى أو تريد أو تدعم بشكل غير مباشر بقاء اليمين المتطرف وصعود اليمين المتطرف لسبب بسيط جدا، وهو وضع الناخبين أمام خيار أحلاهما مر، إما تنتخب اليمين المتطرف أو الحكومات الليبرالية، وهذا ما حصل في فرنسا عندما فضل الفرنسيون إيمانويل ماكرون على مارين لوبين. الآن هناك ربما يعني مسألة صادمة، الفرق بين اليمين المتطرف والحكومات الليبرالية في السياسة الخارجية، وربما ما نلحظه اليوم في الأزمات الدولية كان في أوكرانيا أو في سوريا أو غير ذلك. اليمين المتطرف معروف بأنه يميني، يكره الأجانب، يكره من ذوي الأصول غير الأوروبية، ولكن على المستوى الوطني داخل الحدود الجغرافية للدولة، بينما الحكومات الليبرالية تستطيع أن تكون أكثر قسوة بما لا يقاس بالسياسة الخارجية، ونرى تبعات ذلك في سوريا اليوم على سبيل المثال أو في العلاقة مع روسيا. هذه الحكومات الليبرالية تشارك بشكل مباشر بالضغط على هذه الدول وعلى هذه الحكومات من أجل إخضاعها أو السيطرة على قرارها، وهذا لا تبحث عنه القوى اليمينية المتطرفة. رأينا خلال الأيام الماضية
مارين لوبان عندما تقول بأنها لا تريد استمرار الحرب في أوكرانيا وأنها لا تريد تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا بشكل مستمر؟ وهذا في جزئية منها أيضا ينقلنا إلى الربط ما بين اليمين المتطرف وإسرائيل أيضا. وهنا أطرح السؤال عليك عبد الرحمن نصار، هل يمكن الربط ما بين صعود اليمين المتطرف في كل من كيان الاحتلال الإسرائيلي وأوروبا؟ هناك مجموعة من الدراسات تؤكد أن التأثر بأي موجة أو نزوع تطرفي يكون عادة في إطار جغرافي متجاور أو ضمن علاقات تاريخية متجاورة. ولكن عندما ننظر إلى الخريطة نجد أن فلسطين بعيدة عن أوروبا، فلماذا يتوازى أو يتزامن هذا التصاعد للتطرف اليميني الأوروبي مع التطرف الإسرائيلي؟ هذا يعود إلى سببين أساسيين. أولا أن النخبة الحاكمة الأساسية في إسرائيل تعتبر نفسها في مكان ما لها جذور أوروبية لا تزال تحافظ عليها، وثانيا أن إسرائيل بمجملها تعتبر نفسها من دول العالم الأول، هي لا تصنف نفسها أبدا لا من دول العالم الثاني ولا الثالث بهذا المعنى. فلذلك ما ينعكس في السياسات الأوروبية الداخلية يجد صدى مباشرا في إسرائيل وكذلك حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى أو السبب الثاني أن هناك مجموعة من لوبيات الضغط اليهودية الموجودة في أوروبا وأيضا الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي تغذي تيارات التطرف في اتجاهات معينة، ومن الطبيعي جدا أن ينعكس هذا الأمر على إسرائيل. وهذا ليس مجرد تنظير كلامي، إنما هناك علاقات بين جمعيات وتمويل حقيقي موجود تنقل أموال. نحن نعلم في النهاية أن السياسة تحتاج إلى مال، نعم. فهذه الأموال التي تنقل هي ما يزيد من تصاعد اليمين، فضلا على أن لا يجب أن لا ننغش، هي إسرائيل في مجملها دولة متطرفة، ولكن التطرف بين اليهود أنفسهم أو بين الإسرائيليين أنفسهم هو العلامة، نعم، الفارقة الآن في هذه المرحلة. طيب عشرية النار نزار عبود والكارثة الحالية الزلزال الأخير كشف الكثير الكثير من ازدواجية المعايير في التعامل على المستوى الإنساني الذي يتبجح به الغرب دائما بأنه هو الأب وأم الإنسانية. هل تنبهت ضمائر النخب في الغرب لهذه الناحية أم بعد؟ لا شك طبعا تصريح يوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية كان أصدع أو أوضح وجه من أوجه العنصرية الأوروبية الكامل عندما قال نحن جنة والآخرون غابة وحشية. طبعا هو لم يتحدث بلسانه فقط، إنما تحدث بلسان كثيرين من الساسة الغربيين. عندما يدرس التطرف في المدارس اليهودية في إسرائيل على أساس كراهية العرب، وعندما يحرق القرآن في السويد لا يقولون ذلك تحريض على الإرهاب، لا يقولون أن ذلك نوع من أنواع التطرف الذي يؤدي إلى عنف ويؤدي إلى إرهاب حقيقي. لكن عندما ينتقد أحد السياسة الإسرائيلية طبعا يصنف أنه إرهاب. لكن في المقابل هناك شعور عالمي كما تحدث ديفيد هيرست في مقاله، وأنطونيو غوتيريش نفسه يكرر كثيرا أن ازدواجية معايير باتت ثابتة في المعايير الدولية هي الازدواجية. أيضا هناك كثيرون من المفكرين الكبار في الغرب مثل نوم تشومسكي مثل جون ميرشايمر وغيرهم يتحدثون بوضوح أنه نحن منافقون نحو دجالون فيما يتعلق بموضوع الإرهاب. الإرهاب ليس فقط مقتصر على فئة معينة، لكن في المقابل هناك تحالفات تتم على بين الإرهابيين، التحالف بين إسرائيل والهند مثلا، مودي متطرف إلى أبعد الحدود، لا أحد يتحدث عن تطرف الهندوسي الذي يقتل المسلمين ويحتل منطقة مثل كشمير بكاملها ويعزل أهلها ويمنعهم من التواصل مع العالم، لا أحد يتحدث في ذلك. يبقى نقطة قصيرة، الاتحاد الأوروبي ينظم هذا الأسبوع مؤتمرا حول التطرف الإسلامي في بغداد. لماذا اقترب بغداد تحديدا؟ للتثقيف وتوعية الأجيال من أجل منع التطرف. هم يخشون من أنواع من التنظيمات مثل حشد الشعبي يعتبرونها إرهابية، بينما القاعدة التي فعلت ما فعلت باتت في الصف الثاني من الإرهاب. موسى، اليوم نتحدث عن كارثة ضربت كل من تركيا وسوريا، رأينا بشكل واضح جدا الفرق في المساعدات تجاه الدولتين، بالرغم من أن سوريا التي مرت ب 13 عام من
الحرب هي تحتاج إلى المساعدة أكثر. هل يمكن الحديث هنا عن التسييس فقط في مثل هذا الملف؟ أم نحن نتحدث عن ما يذهب أبعد من ذلك لنصل إلى موضوع التطرف والعنصرية؟ يعني ربما لا يمكن الفصل بين هذه الاتجاهات والمفاهيم الثلاثة، وبالنهاية المطاف يعني التطرف في على المستوى الدولي وما نتحدث به دائما في منطقة الشرق الأوسط عن الإرهاب الدولي وما حصل خلال التاريخ القديم والحديث يخدم السياسة بطبيعة الحال. يعني الدول ارتكبت مجازر وإبادات جماعية في أفريقيا وغير أفريقيا، في العراق وفي سوريا وفي غير هذه الدول، من أجل يعني خدمة المشاريع السياسية. في الملف السوري لا داعي اليوم يعني تنطبق النظريه بالقول بان هذه الاتجاهات الثلاثه تجتمع في الملف السوري وفي المساعدات التي تحدثت عنها فتون، التي تصل بشكل واسع جدا لتركيا ولا تصل بشكل كاف لسوريا. اليوم يمكن يعني هذا الموقف يعكس بالفعل ما يجري في سوريا. لا داعي للتذكير بحجم المساعدات والدول الاوروبيه وغير الاوروبيه التي هبت لمساعده تركيا وبالقليل القليل لمساعدات سوريا، ولكن تبقى العلامه السوداء في هذه المرحلة هي قانون قيصر الأمريكي. هنا نعود إلى التعريف الأساسي ليوم منع أو اليوم العالمي لمنع التطرف الذي تحدثت عنه الأمم المتحدة، الذي يقول أنه يجب مواجهة التطرف الذي يفضي إلى الإرهاب. هل ما قامت به دعني أتوقف عند هذه النقطة المتعلقة بالإرهاب أو من منع حياة. طيب أتوقف بالنقطة المتعلقة بالإرهاب معك عبد الرحمن نصار، لأنه الزميلين أشارا لها في المداخلات. التطرف في منطقتنا، داعش والنصرة، هي بدعم غربي وقد خلقت من الغرب باعترافات غربية وأمريكية أيضا. هل انحسرت أثر هذا التطرف فعليا في المنطقة الذي أنتجته هذه الجماعات التي تريد الدول الغربية أن تعزز من خلالها فكرة الإسلاموفوبيا أم لا؟ نحن نعيش حاليا مرحلة من الكمون، يعني ملاحظ في المنطقة منذ الثمانينيات وما قيل عن الجهاد العالمي، الجهاد الإسلامي في أفغانستان آنذاك، أن هناك كان صعود لهذا التيار، ثم عاد هذا التيار وانخفض، انطلق في التسعينات مع حرب الشيشان، ثم عاد وانخفض وجئنا إلى عشرية النار. فالآن نحن في مرحلة كمون، وربما يساهم فيها أكثر أن التطرف الذي أظهره داعش على وجه الخصوص كان تطرفا في مقياس التطرف نفسه. يعني حتى بين الإسلاميين الجهاديين ما فعله داعش في حرب الصورة خدمه من جهة وأخسره من جهة أخرى. يعني هو صدم كل الموجودين في إطار الجهاد الإسلامي بكمية العنف والعنصرية تجاه غالبية المكونات الموجودة على الأرض ولأسباب تافهة أحيانا، فجعلهم في موقع محرج. يعني أفقدهم حتى صيغة أن معنا الحق من أجل أن نقاتل أو نجاهد من أجل قضية معينة. وهذا كله مثل وحش فرانكشتاين، يعني يعود على من صنعه عند الولايات المتحدة الأوروبيين. أيضا هم وجدوا في مكان ما أنهم لم يستطيعوا السيطرة على هذا الوحش ويحاولون امتصاص هذه الصدمة، وهذا ما يفسر في مكان ما لماذا يتعاملون مع العائدين من داعش والنصرة من الجنسيات الأجنبية بهدوء ويحاولون احتضانهم، لأنه أي قسوة في التعامل معهم سيكون لها رد فعل سلبي جدا حتى في البلدان التي عادوا إليها وهم سيعودون إليها بطريقة أو بأخرى. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن نصر، موسى عاصي ونزار عبود. التحليلية انتهت، دمتم سالمين.